أنا عبد الكريم البيطار، متزوج صار لي تقريباً صرنا أنا وزوجتي ريم 3 سنوات متزوجين ومحتضنين علي من سنة. بداية اللي دفعنا نخوض تجربة الاحتضان إنه إحنا فعلياً هي زوجتي ريم مدرسة تربية خاصة، فكان عندها هاي الرغبة من قبل ما إحنا خطبين، يعني كان عندها الرغبة إنه إحنا نعتني في أطفال يكون عندهم احتياجات خاصة بداية. صار عندها اهتمام إنه إحنا إن شاء الله بعد الزواج ليش ما نحتضن طفل يكون عنده احتياجات، مش بالضرورة يكون عنده احتياجات خاصة بالتأكيد، بس يكون هو بالأول وبالآخر الطفل اللي بنحتضنه هو بحاجة لرعاية. نحاول احنا نوفر لهم البيئة المناسبة انه يتربوا ببيئة عائلة، نعوضهم عن اي شيء هم انحرموا منه يعني من حياتهم. احنا كنا عايشين لوحدنا ويعني زي اي اثنين هم عايشين من دون اطفال، فبالتالي كان عندنا رتم حياة معين، ولما بده يكون في عندك طفل اكيد رح حياتك كلياتها رح تتغير. احنا كنا انا وزوجتي كنا اول اثنين في العيله كلياتها، يعني اصحاب الفكره اكيد، واول اثنين بنعملها في العيله كلياتها، بس بالتاكيد لما اجى طفلنا علي زاد الحياه جمالا. اليوم لما احنا بنشوف طفل بين ايدين عماله بيكبر شوي شوي شوي، عماله هو بفتح عينيه على اثنين كان يفترض انهم هم ما يكونوش بحياته، لكن هلا صاروا هم بحياته، هم كل حياته. لما حتى بيحكي كلمه ماما وبابا بالتاكيد تحس انه هذا الطفل صار انت بالنسبه له انت الحياه كلياتها. هذه المشاعر لما احنا بنشوفها بعينينا الطفل كثير بتعني لنا صراحه، كثير رائعه. طفل ينمو في رحم ام تنجبه، وطفل اخر ينمو في قلب ام اختارته. فالامومه وحتى الابوه ليست حالة مرتبطة حصراً بإطارها البيولوجي، بل تجربة إنسانية تقوم على المسؤولية والرعاية والحب غير المشروط. قد لا يصب التبني فقط في مصلحة الأطفال اليتامى أو المتروكين، وإنما أيضاً في خدمة الإنسانية عبر احتضان الطاقات بدلاً من هدرها. ماذا لو بقي ستيف جوبز مثلاً مهملاً في إحدى دور الرعاية؟ هل كان سهلاً أن يعطي العالم كل هذه العطاءات لو لم يمنحه أبواه بالتبني الحب والاهتمام والدفء العائلي؟ عن موضوع التبني نتحدث اليوم مع ضيفتنا الأخصائية الاجتماعية السورية مها الثناوي. أستاذة مها الثناوي، أهلا وسهلا بك ضيفة في هذه الحلقة من برنامج كلمة حق. دعيني أبدأ من العقدة الأساسية ربما في موضوع التبني في العالم العربي، وهي أن الدول الإسلامية تشجع على الكفالة أو الاحتضان بدلا من التبني، لأنه بسبب غالبية المشايخ لا يجوز إلحاق النسب إلا لأفراد العائلة البيولوجيين. هل يمكن أن تشرحي لنا الفرق بين التبني والاحتضان والكفالة؟ الحقيقة في فرق بين التبني والكفالة والاحتضان. التبني هو كتشريع إسلامي، يعني كديانة إسلامية، أنه ما يجوز أنسب أنا طفل مش بيولوجي أنسبه لعائلتي. طبعاً هو له أبعاد تانية، أنه هو ممكن يوماً ما يلتقى لهيدا اليتيم أهل أو كذا مشان ينعرف يعني. وبنفس الوقت في مداخلات أو اعتبارات دينية ما بدنا ندخل فيها مشان الميراث وقصص تانية، فلذلك أنه لا ينسب مثل الطفل البيولوجي. أما من ناحية الكفالة فهي أنه أنا ممكن شوف يتيم أنا أكفله مالياً، ممكن تتم هذه الطريقة عن طريق الجمعيات، أني أنا أكفل طفل أو اثنين أو ثلاثة بالإمداد المادي. الاحتضان طبعاً من كلمة احتضان أنه هو لازم يكون بجو أسروي، يعني ممكن يكون إذا ما عنده
فاقد الأب والأم يعني ما عنده عائلة من أهله أنه تحتضنه، ممكن عائلة أنه خلينا ناخدها بالمعنى الدارج تتبنى تحتضنه عاطفيا وماديا ومعنويا، يعني من كافة الجوانب تهيئ له الجو الأسروي اللي هو افتقد له. نعم استاذة مها، يعني غالبا ما يحرم، حكيت حضرتك عن الحق بالميراث وموضوع الميراث وهذه الإشكالية، غالبا ما يحرم الطفل المحتضن من الميراث، وبيصير في مشاكل مع يعني الأقرباء يلي بيعادوه لأنه بيعتبروا أنه عم ياخد شيء منه حقه، ما في، ما بيقدر القضاء يعني ياخد موقف بهيدي المواضيع؟ أنا برجع بقول أنه في طلب من رب العالمين، وقت إذا حضر أحدكم القسمة أولي القربة واليتامى، يعني هون اليتيم أخذ جانبين، مين هن أولي القربة؟ يعني أولي القربة اللي هو غير قادر على أنه يعيل نفسه، غير قادر على أنه يمول نفسه لمرحلة معينة، وبنفس الوقت إجا من جانب تاني اللي هو اليتيم، ففي دعم من الطرفين، فنحن ما لازم نغفل هذا الجانب. مدام عم نحكي نحن شرعا، أتمنى من الفقهاء أنه يطلعوا على هذا الجانب، أنه هو طلب من الله ولكن لم يحدد بنسبة مثل ما يحدد للأبناء البيولوجيين. نعم أنا بدي أسألك، بلد مثل تونس أقر قانون يجيز التبني، طيب كيف بلد مثل تونس قدر يتخطى هذه العقبة الدينية وغير بلدان مش قادرين يتخطوها؟ شوفي عزيزتي، نحن بالبداية حقيقة نحن بحاجة لإعادة قراءة للتنزيل. فكرة التبني هي قرآنيا منا محرمة، تمام؟ فكرة التبني كاحتضان. هلأ أنا بعتقد القانون التونسي هو أخذ نفس الفكرة اللي مطبقة بالمجتمع الأوروبي، يعني أنا بحزن لما بشوف أنه كشريعة إسلامية مطبقة بالمجتمع الأوروبي أكثر نحن كمسلمين. كيف تم هذا الشيء؟ لاحظي أنه هو المجتمع الأوروبي لما بيتبنى طفل فكرة التبني عنده مقبولة، فبالتالي بيكتب أنه هيدا ابني بالتبني، تمام؟ ما بيقول أنا ابني البيولوجي، يعني بالتصريح بالأوراق الرسمية بيكتب أنه هيدا ابني بالتبني، تمام؟ فما عاد عندك أنت مشكلة هون، أنت حسب الوصية اللي أنت بتتركيها أنه أنا هيدا الولد بدي يرثني بكامل ميراثي، بدي أعطي كذا، بدي أعطي، هذا كله مشروط وهذا لا يتعارض مع الدين. فتونس لما اتبعت هذا الموضوع هي ما أخذت فكرة التبني أني أنا نسبته إلي بيولوجيا وما صرحت أنه هذا بالتبني، يعني فهي أنا لما بدي حل المشكلة كمجتمع إسلامي أنا بطبق قانون، أنا بشترط قانون أي حدا بده يتبنى يشترط بهيدي الكفالة يكتب إنه هيدا مثلا فلان ابن فلاني وفلان بالتبني. رح نرجع لهيدا الموضوع، بس قبل خلينا نحضر الجزء الثاني من تقريرنا. كنت أستطيع أن أنجب لكنني فضلت التبني، العالم فيه ما يكفي من البشر وإنجاب طفل قد لا يغير شيئا نحو الأفضل، لكن تبني طفل يعاني ومنحه فرصة أفضل في هذه الحياة هذا شيء له معنى. لعل هذه العبارة المأخوذة من فيلم ليون قد تكون جوابا في وجه كل من يسأل عن جدوى التبني. تجربة التبني ليست سهلة خصوصا في المجتمعات العربية، حيث تعترض الطفل المتبنى وعائلته الكثير من المطبات والصعاب. لنرى الجزء الثاني من قصة عائلة عبد الكريم البيطار. أنا اسمي ريم سعد الدين العشات، أخصائية تربية خاصة. بتذكر وأنا يمكن صف رابع أو خامس رحنا رحلة على دار للأيتام، هو فعليا الاحتضان ما كان فكرة، الاحتضان كان رغبة، ما كان في معارضة من العائلة المقربين، إذا بدنا نحكي أهلي بالدرجة الأولى وأهل زوجي ما كان في معارضة أبدا، بالعكس رحبوا بالفكرة. بس هذا مش معناته أنه سمعنا كلام بس من أشخاص بعاد، يعني مش من أشخاص قريبين بالدرجة الأولى. كنت أسمع أنه شو جابركم أو هذا الإشي يعني فيه غلبة فيه وتعب فأنتوا جبتوا الهم لحالكم، هاي جملة سمعتها، وغير عن جمل تانية يعني بتخصني أنا نفسي، يعني بتشكك بأمومتي مع ابني، فكانت مزعجة. يعني سواء ربنا أعطانا أطفال منا بيولوجيين أو ما أعطانا، إحنا كنا ناويين على فكرة الاحتضان. كنت أشعر بالخوف، أشعر إنه أنا بنفع أربي طفل. أي أهل محتضنين عندهم هذا الخوف اللي هو ظهور الأهل البيولوجيين.
مش بعتبره هو فعليا ابني. فعليا ما في غرفة عندي في البيت ما فيها غرض لعلي، فحتى مكونات البيت اختلفت من لما احنا جبناه، ريحة البيت، صوت البيت، ف يعني صار فيه روح. انا وابوه دائما بنحكي علي هو روح البيت، فعليا هو بيستنفذ كل طاقتنا بس لما بينام عن جد انه احنا بنحس انه في اشي غلط، يعني بنكون مستناه سني انه هو يصحى. استاذي مها، بحسب عدد كبير من الاحصاءات معظم الاطفال المتبنين بمؤسسات الرعايه بمعظم الدول العربيه منهم بالضروره بس ايتام، هن اطفال مودعين بسبب ضيق حال اهلهم. مثلا بلبنان في 28 الف طفل بدور الرعايه الاجتماعيه، وعدد الايتام بيناتهم لا يتجاوز 4500 طفل. يعني في حال في بعض الاحيان يتم تبني اطفال لديهم أهل بيولوجيين ولكن بيتخلوا أهلهم عنهم بسبب ضيق الحال، شو رأيك بهذه الظاهرة؟ طبعاً هلأ اللوم الأول والأخير بيقع على عاتق الدولة نفسها، يعني نحن ما شفنا بدول المتقدمة هيك حالات أنه أهل بيتخلوا عن أبنائهم كرمال ضيق الحياة أو المعيشة عليهم. فالمفروض هون واجب الدولة أنه هي تعوض هدول الأهل مادياً، مثل ما بصير إجراءات بأوروبا لما بتكون فيها أسرة عاطلة عن العمل في نتاج الضرائب اللي بتحصلها من المواطنين، أنا عم بصرف على هيدي الفئة إلى أن يتاح لها ظرف أفضل. صحيح. فلما الدولة هون بتأمن الطفل براتب معين أو بتدعم أهله براتب معين، هو ما حرمته من الجو الأسروي، فبالتالي حقق الاحتضان وحقق حنان وعاطفة الأم والأب، فنشأ بجو أسروي سليم. اثنين، لما بتتكفل هي بالرعاية الطبية والرعاية التعليمية، فكمان شالت كاهل كتير كبير عن هذه الأسرة، فبالتالي ما أنا مضطرة الأسرة أنها تضحي بأبنائها مشان لقمة العيش. هذا واجب الدولة، بالتالي إذا ما انحسم هيدا الموضوع أكيد رح نلاقي هذا النماذج، وخصوصي هلأ بفترة الحروب طبعاً اللي عم بتصير ناس كتير عم بتبيع أطفالها. صحيح صحيح. طيب رح نرجع نكفي عن هيدا الموضوع من بعد البريك، وبدي أحكي تحديداً معك كأخصائية اجتماعية عن التأثيرات النفسية على الطفل اليتيم وعلى الطفل المتبنى. يقول الكاتب المصري عباس العقاد: الحرمان بعد التذوق والاستمراء أصعب من حرمان من لم يذق ولم يتغير عليه حال. نترككم مع هذه الفكرة ونعود إليكم بعد الفاصل. استاذي مها، مثل ما شفنا بالإنفوغرافيك يعني في 140 مليون يتيم على مستوى العالم، هاي من الإحصاء من 2015، يعني هلأ أكيد زادوا، يعني هيدي مشكلة إنسانية حقيقية. هل برأيك ينبغي القيام بحملات تدفع أكثر في اتجاه التبني لحتى كحل يعني لوضع هؤلاء الأطفال يلي ما عندهم حدا يهتم فيهم؟ شوفي، صحيح، يعني أنا من أحد العالم اللي بشجع على التبني وفق البيئة اللي أنا موجود فيها وبما يتناسب مع الديانة المتبعة بهذه المنطقة، يعني هي العملية عملية تنظيم قانوني، أني أنا أحفظ لكل حدا حقه، بنفس الوقت أني أنا ساهم أنه هذا الطفل يربى ببيئة فيها الجو الأسروي يعوض شيئا ما من الأم والأب. حضرتك أنت ذكرتي هلأ هذا العدد كمية وأربعين مليون، يعني هدول تقريباً بيعملوا دولة لحالهم، هدول الأطفال دولة لحالهم. صحيح. فأنا لما بدي أترك هدول الأطفال حتى لو لجمعيات، الجمعيات ما بتعطي
الجو اللي ممكن يتوفر بين الأسرة نفسها، إنه يحس إنه عايش مع أخ مع أم مع أب، تمام. فنحن لما مننظم آلية قانونية طبعاً نحن المفروض إنه يعني بعض الدول تتخذ هذا الإجراء، وبرجع بكرر أنا لابد من إعادة قراءة القرآن والتمييز تماماً مين المقصود بالتبني. نعم أستاذة مها، رح نرجع لهذا الموضوع، ولكن بعتقد أنه لما بيتعارض الجانب الإنساني مع الاعتبار الديني لازم الجانب الإنساني هو اللي يكون يعني أكيد محطوط أكيد بالدرجة الأولى، لأنه عم نحكي عن معاناة أطفال ويعني عن وضع صعب جداً. أنا بدي أخبرك وخبر المشاهدين أنه كمان موضوع دور الأيتام بحد ذاتها هي مشكلة، وهذا الشيء اللي لازم يخلي الناس يتجهوا أكثر نحو التبني. مثلا بمصر في بحدود 500 دار للأيتام، وتعتبر وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أنه 75% من هذه الدور تستحق الإغلاق بسبب سوء المعاملة والاستغلال اللي بيتعرضوا له الأطفال الموجودين فيها. بالرغم من هذا الواقع المأساوي، مثلا تعقيبا على حديثنا حول الرأي الديني، مؤسسة الأزهر بتضل تصر على رفض التبني وما بتترك لهؤلاء الأطفال من خيار سوى الشوارع أو الملاجئ البائسة. يعني كمان بنعرف قديش في أطفال شوارع بمصر، وكمان بالسعودية صحيح. في كتير أطفال أيتام ومجهولي الأبوين. فأنا يلي بدي أسألك فيما يتعلق بالأطفال الأيتام نفسيا، برأيك أنت التبني هل يخضع الطفل لوصمة معينة بتخليه يحس دايما أنه هو مثل ما كنا عم نحكي بالأول منه طفل درجة أولى؟ أكيد نحن كمجتمعات عربية، برجع بقلك نحن للأسف كمجتمعات عربية يعني تدعي إنها هي من المسلمين والمتدينين، عنا مجموعة من التناقضات، يعني أنا بأخذ هذا الموضوع من جانب إنساني إنه حرام يتيم بشفع عليه بعمل بطعمية بكسيه، بس تعالي أنتي لما تقولي أنا إنه تقدم لبنتي أو تقدم ابني أخ بده ياخذ بنت يتيمة، بيقولوا لك لا نحن ما بناخذها، ما بنعرف أبوه وأمه مين، ما بنعرف أبوه وأمه مين، هذا مجهول النسب. فهل هو بالنسب إنه بيصير؟ طب كم من عائلات هي عائلات فاسدة، تمام، وخرجت أولاد فاسدين، فبالتالي وبنفس الوقت كمان خرجت أولاد صالحين، فهي مانا قضية يعني ما بترجع إنه لأنه له نسب فأنا بدي بوافق عليه أو لا. فبالتالي هو عم يحمل وصمة عار، هو عم يحمله الطفل وصمة عار لأهله، يعني هو عم يدفع الثمن، يعني هو ما بكفي إنه دفع الثمن فقدانه لأبوي، لا عم بيحملوه خطيئة أبوي. نعم، التبني قد ينهي معاناة طفل بلا عائلة وعائلة بلا طفل، وبدلا من أن يكون حلا في دول عربية باتت تصدر الأيتام والأطفال المحتاجين، نسمع أصواتا ما تزال تجابهه وتنهى عنه. لنرى مثالا في هذا التقرير. الاحتضان يعطى اسما غير اسمه، اسم الأب والأم المحتضنين له. البنوة تعني كل الحقوق والواجبات كاملة، والنسب والمصاهرة كاملة. كيف أقيم أسرة على عبث وكذب وادعاء وأمارسها حقا كاملا مني وممن تبنيته يأخذ حقوقا ليست حقا له البتة؟ أنا أنسب إليه اسمي. طيب هذه الكذبة الخطيرة ماذا تعني؟ أنني أفسح مجالا لتحريم هذا الولد على أخته مني وهو ليس مني، مع أنه جائز له أن يتزوجها. أليس ذلك فساد علني صريح خطير؟ إذا ركبنا الفساد والكذب والتزوير وأصبحت هناك خلطة أسرية مجتمعية من أخطر ما يكون. في الميراث كيف أعطيه ما أعطي لولدي ولبنتي بعد وفاتي؟
هذه الحرية هي حرية هدامة وليست بناءة. الأب أب والأم أم والابن ابن واليتيم يتيم والذي يعطف عليه يعطف عليه. استاذة مها، يعني في مواجهة آراء من هالنوع هالقد جارحة حيال موضوع التبني اللي هو قرار إنساني يعني ينبغي الإشادة به. خلينا نفكر بالطفل المتبنى بذاته. أنت كأخصائية اجتماعية، هل تعتبري أنه لازم الطفل المتبنى يعطوه خبر الأهل باكراً أنه هو متبنى، أو يتركوه لمرحلة يعني يكون صار فيها على قدر من الوعي والنضوج؟ والله يا عزيزتي، أنا برأيي الشخصي أنه هذه المسألة ما لها معيار، هي بتتعلق بالبيئة والثقافة والمجتمع اللي أنا عايشة فيه. برجع بكرر، عندك النموذج الغربي، النموذج الغربي من الأساس هو كل شيء دوكيومنتس عنده، كل شيء أوراق ثبوتية بتقول إنه هو متبنى، بالتالي هي بتتعامل معه كأنه ابن. نحن في مشكلة إنه نحن ما منميز بين الابن والولد. الابن أنا ممكن يكون ابني بالتربية، يكون ابني تعليمي، الأب الروحي، مثل ما بقول أنا الأب الروحي بيكون هو مشرف على دراستي وأنا بنته الروحية. فالأب هو مش بالضرورة يكون هو الأب البيولوجي، هذاك بيكون اسمه الوالد، تمام؟ فهون الغرب لما عم يتبعوا الطفل عم يتبعوا معه كأبوين وليس والدين، يعني هن أبهاته بالتربية، بتعليمه، باحتضانه، بتوفير الجو الأسروي، بتوفير كافة الشروط اللي تخليه ينشأ ببيئة سليمة. خليني أطرح مثال أنا لأقرب الموضوع شوي. هلأ فرضاً أنا عندي أخت توفت وعندها ولد وأنا عندي أولاد، هل يعقل أني أنا أترك البنت بنتها مثلاً للشارع؟ أكيد بدي أحتضنها وربيها مع أولادي. طيب هيدي البنت ما هي محققة حر، يعني بتجوز لزوجي ولأولادي؟ طب كيف أنا قبلت أنه قريبي أني ربيه معي مع أولادي وما في مشكلة، والطفل صحيح. الغريب نفسه نفس الوضعية، صحيح، نفس الحرمة، نعم. فهي برجع بقلك المصارحة هون بتعتمد على معيار الثقافة، معيار الوعي، معيار التربية اللي أنت أنشأتي عليها هذا الطفل، من تربية صالحة أو تربية فاسدة. وصلنا للحظة الأسئلة الخمسة، هل أنت جاهزة أستاذة مها؟ تفضلي. هل يمكن أن تتبني طفلاً يوماً ما؟ لا، مش هل يمكن، أكيد. إن شاء الله. ما أكبر أزمة تعاني منها سوريا؟ فساد. ما أخطر ما يعاني منه الأطفال السوريون حالياً؟ كمان الفساد. ما هي حدود حريتك؟ عندما تبدأ حرية الآخرين. أكملي هذه الجملة، الأمومة هي؟ الأمومة هي عاطفة. شكراً أستاذة مها التناوي لمشاركتك في هذه الحلقة، ونأمل أن نصل إلى عالم عربي أكثر عدالة وإنسانية. نعيش في عالم تكثر فيه القلوب والعقول المتحجرة التي لا تأبه لعرقلة مصلحة طفل يتيم وحقه في العيش في كنف عائلة ترعاه، ولا مصلحة عائلة لم تنجب وحقها في أن يدخل حياتها طفل يضيء ليلها. فرغم أن هناك سنوياً الآلاف من الرضع والصغار الذين يحتاجون إلى رعاية أسرية نتيجة فقدانهم آباءهم الحقيقيين، لم تتمكن حتى الآن كل هذه المآسي من تغيير العقليات الرافضة للتبني والمحرضة ضده. ترى كم من طفل عربي خسر أهله بسبب اللجوء والحرب والنزاعات؟ كم من طفل يعاني بسبب اليتم والفقر والصراعات؟ رفض التبني هو عقاب لأهل وأطفال أبرياء. يكفينا في العالم العربي ظلماً للأبرياء تحت حجج لا قيمة لها، يكفينا تحطيماً للنفوس والأحلام بحجة أهمية اللحم والدم، يكفينا تمجيداً لأساطير غابرة على حساب أمجاد نستطيع أن نصنعها الآن بأيدي صغار مهملين ومرميين على الطرق.